اهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بتاعنا فيه شوية بساطة وسهولة. شيخ المحشي. شيخ المحشي إزاي نطلق عليه شيخ المحشي؟ بالتأكيد يستاهل. ده بتنجان عروس بنحشيه لحمة مفرومة من غير رز ولا خضرة وشوية مكسرات. بتنجان لحمة مفرومة وهنعمله فتة. هنعمله فتة بالزبادي. طبعا هنا الموضوع ما فيش شوربه لحمه ولا اي حاجه، بس هنشوف نعمل ازاي طبق فته لطيف وجميل بشيخ المحشي اللي هو البتنجان. معانا النهارده فطاير، مش هخليك تعملي عجينه ولا تستنى علينا التخمير خالص. معانا التوست الجميل ولكن لازم يكون طازه وطري، ونشوف ازاي نعمل الفطاير بالزعتر واللبنه، حاجه لطيفه تفطري بها الصبح وجبه عشاء مع حته بطيخه زي الفل تمام. معانا كيكه النهارده انا مسميها الكيكه الشقيه، كيكه من غير بيض، هتاخد زبده هتاخد حليب هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونستغنى عن البيض، لان في بعض الافراد او بعض الناس مش بتحب وجود البيض في قلب الكيكه. بعد ما بتستوي الكيكه بتبقى ريحه البيض في قلب الكيكه، فخلونا ازاي نعمل كيكه النهارده من غير بيض وتبقى برده لطيفه وجميله ونشوفها مع بعض. ممكن نقدم معاها فروت سلطات حسب الرغبه. حلقات النهارده فيها تفاصيل، فيها معلومه غير معلومه، وبطريقه بسيطه كمان وبدون تكلفه. الفطاير معايا، النشابه، ومعايا شريحة التوست، أوريك الفكرة. ونفرد التوست ده كده بالنشابة، شفت الجو ده كده ولا تعجين عجينة ولا تستنى عليها لما تتخمر ولا حاجة خالص وادي التوست بنفرده كده، رقيها جامد، رقيها، حطي دي على دي كده نفس القصة نحط عليها دلوقتي الزعتر واللبنة ونلفها وندخلها الفرن. علمتك حاجة سريعة وبسيطة، دخلت المطبخ ولادك عايزين ياكلوا حاجة بسرعة، مستعجلين يا ماما، رايح النادي يا ماما، عندي دروس يا ماما، جعان يا ماما بس لازم التوست لما تجيبيه من عند البقال او من المخبز يكون مقفول عشان يتفرد معاكي ما يقطبش منك. المخبوزات عشان تبقى طريه بتغطيها طبعا من العوامل الجويه او الهواء، يا اما بشاشه يا اما برابل اللي هو البلاستيك التغليف عجبنا قوي الصوت بتاع شيخ المحشي، صوته عالي لانه شيخ المحشي زي ما انا شغال كده. كفايه دول عشان وقتنا، كفايه دول يا عم الشيف، ورينا الفكره. حاضر يا فندم. معانا زعتر ومعانا لبنه، بناخد الزعتر السوري الحلو ده كده بالسمسم ونحط عليه اللبنة وزيت زيتون وخلص الكلام، ما نحطش اي حاجة تانية، لا بصل ولا دي لبنة كلها كده، وادي زيت الزيتون في قلبيها ونقلبهم مع بعض. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده، ايه الفطق دي، على فكره تتاكل كده، دي طبق مقبلات لوحدها، لبنه وزعتر معاها توست. جيب البايركس الحلو ده كده واحنا شغالين مع بعض عشان ندخلهم الفرن، رشه زيت زيتون، تسلم ايدك زي الفل، رشه زعتر حلوه في قلب الصينيه، شوف الفكرة الحلوة دي كده اهو، وادي شريحة التوست معانا وبعمل الحركة دي كده والفها كده واحطها هنا كده. الله عليك يا عم الشيف، انت ريحتني، انا بقعد اعجن عجينة ما
عادي معجنها سيبها تتخمر وافرتها دقيق تاني شرايح التوست لازم تكون طازة كفاية كده طريقة تانية دي أكبر شوية عادي لبنة زعتر زيت زيتون عايزها سبايسي قوي حط شوية بابريكا بس خليها كده هادية وزي الفل حماتك أطفالك مامي الفرن جاهز؟ جاهز نفس درجة حرارة الفرن 180 بعد ما تطلع الكيك خلونا نلف دول كده تبقى عرفت الفكرة هتعمليها على الرواق معكيش بقى لا مخرج ولا حد يقولك وقت ولا حاجة خالص انت في المطبخ الملكة والوقت وقتك انا دوري ان انا بفتح لك افكار وبديك فرصة في المطبخ بأقل تكلفة ممكنة تقدري تعملي أطباق جديدة لأولادك عشان ياكلوا من إيدك تنوا طول النهار بره جعان مفيش أي مشكلة مطمئن لما يروح البيت هيلاقي مامي عاملة الأكل زي الفل هندخل شرايح التوست دي يا عم الشيب زي ما هي كده ما تحطيش عليها حاجة خالص في الفرن اللهم صل على النبي مع السلامة يا بيضة بص عليا يا غالي هو ده إيه الحلاوة والجمال ده أقل تكلفة ممكنة هنطلعها نطلعها هي استوت سبحان الله مرزق يا عم الشيف هو دي كده على فكره دي افطار حلو قوي على فكره وجبه عشاء لطيفه الله تعالي يا ست الكل تفاصيلنا صغيره ولكن لنا هدف كبير ازاي تقف في المطبخ تعملي حاجات حلوه لولادك فته شيخ المحشي كيكة بالبرتقال فطاير التوست الجميلة الحلوة باللبنة والزعتر مطبخنا على شاشة القناة الأولى دائما وأبدا وما زلنا إن شاء الله تعالى فيه الرؤية والإبداع والفن منين؟ من ماس بيرو